أقسم بنفسه جل جلاله، هل هناك أعظم من الله؟ يقول الله تعالى: فوربك لنحشرنهم نحن والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. الآن الله عز وجل يقسم أنه سوف يحشرنا نحن والشياطين ثم نكون حول جهنم جثية. لماذا جثية؟ متى يسقط الإنسان على ركبه؟ عندما يشتد به الخوف، ما عاد يستطيع أن يقف. هناك ما الذي سيحدث؟ قال: ثم لننزعن من كل شيعة، النزع هو الشد والنتف بقوة. تخيلت الناس واقفين فجأة، واحد مشيول من هنا، واحد من هنا، واحد من هناك، أمامهم كذا ينتفون تنتيف. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. وليطمئن الله قلبك قال: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. لا تخاف، لا تخاف، نحن أعلم من الذي سيذهب إلى النار ومن الذي سيدخل الجنة. طب لماذا كل هذا القسم؟ قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. شوف يا أخواني، ما أقسم الله عبث، أقسم الله أننا سنمر على صراط جهنم. أنا لا أقول لك هذا الكلام لأرهبك من الله ولا لأخوفك، لكن أريد أن يمتلئ قلبك رجاء بالله عز وجل. فأين الرجاء في هذه الآية عندما يقول لك الله عز وجل: وإن منكم بدون استثناء، لا نبي ولا غيره، كل البشر وكل الخلائق، إلا واردها جهنم. تعرف وش جهنم التي نرد عليها يا أخواني؟ لو أن طائرة في السماء ألقت بحجر، كم سيستغرق الحجر من السماء إلى الأرض؟ يستغرق ساعة ساعتين؟ يستغرق ثواني ثم يصل إليك، دقائق، أليس كذلك؟ فما بالكم إذن بأننا سنمر على حفرة عمقها، يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ألقي حجر في النار من 70 سنة لم يصل إلى قعرها، ما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة يا إخوة. هذه سنمر عليها نحن بقسم من الله. أين الأمل هنا؟ طيب قال: ثم ننجي الذين اتقوا. ما قال ينجو، لو قال ينجو فمعناه أن الناس نجت بقوتها بقدرتها، لكن ليخبرك الله عز وجل أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، ولا منجي لك في ذلك المقام إلا الله، ولا ينفعك هناك إلا الله، قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذا كن من المتقين، بس ترى هذه المسألة، اجتهد أن تكون من المتقين، اربط حبلك بالله، ارتبط بالله عز وجل، لا تتخلى عن الله، انتبه أن تتخلى عن الله، انتبه أن تعلن أنك قادر أنك تتصرف بحولك وقوتك. والله سعادتك عند الله، شفاك من مرضك عند الله، صلاح أولادك عند الله، رزقك عند الله، دنياك عند الله، آخرتك عند الله. إذن اربط حبلك بالله. الله عز وجل يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج هذا هو مخرج يوم القيامة، ومخرج في الدنيا، مخرج في كل أحوالك. فيا أخواني، إذا أقسم الله فانتبه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المباركين. والله يا إخوة نحن بحاجة الله، أعيد وأذكر نفسي وإياكم، نحن بحاجة ماسة لله عز وجل. لا تتخلى عن الله، الله سبحانه وتعالى هو أسهل من تتعامل معه، والله أسهل من تتعامل معه. والله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ذكرته في ملأ خير منه. فاقبل على الله وأبشر بالخير. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الناجين الفائزين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.